مرحبا. بلشت مناطق نهر الليطاني تعاني من أزمة مي لأنه توقف ضخ مياه النهر على الخزانات المخصصة لتجميع المياه وتوزيعها على 36 بلدة بيشرب منها 250 ألف شخص بيعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة بمعيشتهم. والأسباب الرئيسية لهالمشكلة هي العوامل الطبيعية من شح الأمطار وقطع التيار الكهربائي لتشغيل المضخات، والدولة ترك البلديات تتحمل النتائج السلبية لهالموضوع. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، رطوبة مرتفعة، البحر خفيف الموج، حرارة 121 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13 درجة، على المرتفعات 11، بالبقع 7 والأرس 5، ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 16 بالقبيه، 23 بطرابلس، 24 بجبال برمانة 22 درجة، وفرن الشباك 23، أما صيدا ف 26 درجة، بنت جبال 23، نبطية 22، رشية 24، زحلة 26، بعلبك 27، الأرز 15، والهرمل 29. الرطوبة بتتراوح بين 40 و80%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، ورياح جنوبية غربية. أما هلأ فرح يكون كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين لليلة 15 أدناها وأقصاها 23، التنين تتراوح بين 14 و24، والثلاثة بين 13 و23 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: بغداد 39، الكويت 35، وعمان 27، الجزائر 22، وتونس 26، باريس 14، وبرلين 20. وهيدا كان كل شي. باي.